صباح الخير. فكرة جديدة من أوروسكوب بطلع عليكم فيها أنا إليان خواندة عبر شاشة الام تي في، والبداية مثل كل يوم مع الحمل. استفيد من الظروف السابقة يلي صارت بالشغل، وحاول إنك تستفيد من ذكائك تتقدم وتوصل للبوست يلي حاطه هدف قدامك. عاطفيا ما تتأثر بالأخبار يلي بتسمعها من المحيطين فيك عن حبيبك، وصارحه قبل ما تاخد أي قرار. الثور، ترجع لحياتك علاقة عاطفية كنت مفكر إنها انتهت، لكن بذكائك بتقدر تتخطى هالموضوع بكل سهولة. لقاء مهم بيحمل لك معه فرص عمل ممكن يكون وجه خيرة لك. منكمل مع برج الجوزاء. قادر اليوم يا صديق الجوزاء على حل كل المشاكل يلي ممكن تعترض طريقك، المهم انك تنتبه من القيل والقال. نهار في انتصارات وخصوصا بالمسائل المالية. عاطفيا الوقت مناسب لارتباط اذا كنت عم تفكر جديا بالشريك. اما صحيا ما تهمل صحتك وفكر كيف بدك تحافظ على لياقتك البدنية. السرطان، بتقرر اليوم تقضي وقتك مع العائلة بعيد عن مشاكل ومسؤوليات العمل، فأنت حاسس إنك بحاجة لعاطفتهم وخاصة بعد المشاكل يلي قطعوا فيها الفترة الماضية. الأسد، نهار كله طاقة ونشاط وبيكون وجودك ملفت للنظر وين ما بتكون، وخاصة بالنشاطات واللقاءات مع الأصحاب، فسرعة بديهتك وسقفتك واهتمامك بمظهرك بيخلوك حديث الناس. نهار ممتاز على كافة الأصعدة. مولود برج العذراء، حاول انك تتقبل الملاحظات من المحيطين فيك وخاصة من افراد عائلتك بخصوص بعض التصرفات يلي عم تأذيك بشكل مباشر. اشتغل على حالك تترجع تكسب ثقة الناس فيك. اما بالحب خليك عم تنتبه على الشريك رغم انه مغير معك. الميزان، انت اليوم محظوظ وخاصة على الصعيد العاطفي، فاذا كنت مرتبط عم بتعيش اجمل ايام حياتك مع الشريك. أما إذا كنت أعزب فيمكن تلتقي بأحدى السهرات بشخص بيلفت نظرك من النظرة الأولى، ورح تتطور علاقتكم لتصير جدية. عزيزي العقرب، يوم صعب نوعا ما، فكون هادي وحاول سيطر على ردات فعلك. انتبه لوضعك العاطفي من التأثيرات السلبية يلي ممكن تسيطر على الأجواء بسبب حركة الكواكب المعاكسة لبرجك. صحيا نظم وقت نومك لأنه جسمك بحاجة للراحة. القوس، كل المحيطين فيك عم يقدروا تعبك والملاحظين تقدمك بالعمل بشكل كتير سريع، لكن لازم تنتبه من التعب ومن التأثيرات السلبية على حياتك الاجتماعية والعاطفية بشكل خاص. الجدي، بتحس انه الحظ مرافقك وين ما كنت وانه الخطط العملية عم تمشي مثل ما انت بدك. يوم ايجابي بالاجمال وبيساعدك على تخطي المرحلة الصعبة يلي قطعت فيها من فترة. ما تنجر لحكي الناس اللي ممكن تشوش لك أفكارك. أما برج الدلو، أنت اليوم نشيط بكل مال الكلمة من معنى، وحابب تبرهن للكل عن قدراتك المهنية وأنك قد المسؤولية يلي استلمتها بشغلك. أما عاطفياً ما تخلي الحب ينسيك أهلك وواجباتك تجاههم. صحياً أنت بأفضل حال لكن بنقصك شوية رياضة. أما برج الأخير الحوت، ما تحاول تسرع الأمور وتاخد قرارات وتنظم مشاريع لحالك، والأفضل أنه تريح حالك هيدي الفترة. حركة الكواكب بتخليك تشعر بالتفاؤل والحماس، وهذا الشيء بيأثر على علاقاتك الاجتماعية. عاطفياً ما تخلي الشريك بعيد عنك وشاركه بيومياتك. أما صفات مولود برج اليوم، بفكر كتير قبل ما يتصرف ودائما بيعتل هم أمور كتيرة. ذكي لكن بخاف يستعمل ذكاء بحجة أنه ما بده يأذي حدا أو حتى يزعجه. بحب الموسيقى وخاصة الكلاسيكية، وفضل يقضي وقته بالطبيعة عم يقرأ من أنه يلبي دعوات الأصدقاء. أما صديقتنا راشيل يوسف من بيروت من مواليد برج الميزان، حابة تعرف عن نسبة نجاح علاقة المرأة الميزان برجل الجوزاء. فبحب طمنك يا راشيل أنه من أفضل العلاقات وأنجحهم هي علاقة المرأة الميزان برجل الجوزاء، فالجوزاء بطبعه متردد وما بيعرف ياخذ القرار إلا بعد مشاورات كتيرة، فبيلعب الميزان بهالحالة دور الإيد الخفية والمشجعة بالوقت نفسه. روح المرحة اللي بيتمتع فيها الجوزاء بتخلي الميزان
بتعلق فيه أكتر وأكتر. أصدقائي أنتوا كمان إذا حابين تعرفوا أي شيء بخص عالم الفلك أو برجكم فيكم تتواصلوا معي عبر الإيميل horoscopeelian@hotmail.com وأنا أكيد رح أجيبكم بالفقرات المقبلة من أوروسكوب. وهلأ بترككم مع باقي فقرات إلايف. إلى اللقاء.